لأن التنمية هي التي تقوي الجبهة الاجتماعية صحيح لأنني فعلا المبادرة مبادرة زيادة في الأجور وأيضا مبادرة منحة البطالة كما تحدث زميلي كلها جيدة وتقوي الجبهة الاجتماعية ولكن ما يقوي الجبهة الاجتماعية أكثر وبصفة يعني قوية هي التنمية التنمية المحلية نعطيك رقم باش يعني نزيد ناكد واش واش قال زميلي في ميزانيه 2023 مشاريع الصندوق المشترك للتضامن قفز من 1400 مليار دينار الى 3400 مليار دينار هذه كلها ستوجه الى البلديات لتجسيد مجموعات مجموعه من العمليات في اطار التنميه المحليه المحليه اكيد لما تكون عندنا عمليات تنميه راح تكون مناصب شغل راح تكون مداخيل راح تكون ايضا تطوير للمقاولات على يعني التحريك تحريك, تحريك المقاولات ايضا تحريك التجاره يعني كل دواليب الاقتصاديه تحرك عن طريق التنميه التنميه صحيح. وبالتالي اذا لاحظنا في خطاب السيد رئيس الجمهوريه اللي قاعد يصر على ضروره تجسيد هذه التنمية بسرعة وبفعالية إنجاز المشاريع كذلك بوتيرة متسارعة متسارعة تصب في هذا الإطار ونزيد نأكد لك على شهر لما ولاية ما يعطوها اعتمادات مالية في مشاريع مختلفة ومن بعد نهاية عند نهاية السنة نجد نسبة الاستهلاك مثلا 20% وش <applause> معناتها؟ اعتمادات موجودة والاستهلاك لحق ال 20% اذا هناك خلل هذا هو اللي هذا هو اللي قاعد ياكد عليه السيد رئيس الجمهوريه يعني احنا عطينا الدوله مده اعتمادات لتجسيد مجموعه من العمليات وايضا آآ آآ الوصول الى تنميه حقيقيه اذا الاشكال وينه في مدى عدم تنفيذ التعليمات وبالتالي كان كانت الرساله واضحه الحك جدا الحك انه لا بد من جميع المسؤولين سواء محليين أو مركزيين أن يساهموا في تجسيد المشاريع التنمية أوه. كما سطرها لأنه من غير الممكن كما كنت نقول لك نبعث أموال إلى الجامعات المحلية مبعدة. ولا تصرف المواطن واش يظن؟ يظن باللي ما ما التنمية غير موجودة غايبة تماما ولكن في البرنامج هي موجودة أوه. واعتماداتها موجودة وأهدافها مهمة جدا مهمة جدا اللي هي تقوية لكنها لم تستغل التماغ.